لقد كانت مباراة صعبة اليوم رغم اللعب الحاد، إلا أن الفريقين فشلا بالتهديف حتى الآن. قد يتغير هذا، فهايدرا عرقل إلما تدور، وإن علمنا التاريخ شيئا واحدا سيكون ألا تمنح إلما تدور ضربة حرة. يبدو هذا جيدا، وإلى الشباك مباشرة. هذا إلما تدور يسجل، وسوبرستريكا يتقدم بالنتيجة قبل عدة دقائق على النهاية. ليس بالسيء يا إلما تدور، ولكن تذكر الضربة القادمة ستكون لي. بالطبع يا شيكس، لا ضغوطات. ضربة رائعة من إلما تدور، من الجيد تسجيل ضربة قبل مواجهة إنفيزيبل، والذي نجح في إبعاد أغلب الضربات الحرة هذا الموسم. نعم لينا، حائطهم ثنائي فعال، ولكن في فريقنا لا نعتمد على خطة واحدة. أخبرني أنك لا تحب رؤية شيكس أو إلما تدور يخترقان ذلك الحائط. حسناً، أنا أملك الآن أداة جديدة في مجمع التدريب السري. علينا أن نكتشف ما يخطط له سوبر سترايكا. سكارا، اقتحم مجمع تدريبهم السري الليلة واكتشف ما هي تلك الأداة. ولكن يا فينس، مجمع تدريب سوبر سترايكا محاط بجدران بسمكة مترين، كما أنه بعمق 30 طابقا تحت الأرض. بخلاف ذلك يستحيل على إلما تادور أو شيكس أن تنجح ضرباتهم الحرة بوجود حائط دفاعنا الثنائي. رأيت؟ نحن لا نقهر. لا تستخف بالسوبر سترايكا، يتأقلمون مع أي شيء. ذلك المجمع التدريبي يحوي مفتاح نجاحنا. إنه قلعة، سيقبض علي. أنا أفوضك بهذا العمل، وهذا قراري. دينغان، أنا لدي عمل لك. لقد تأخرنا يا صديقي. هل سيلاحظ المدرب؟ ها؟ أظن أنه قد لاحظ. تعال يا معي. أوه، معدات جديدة. أوه، زر. إياك أن تلمسه، هذا زر إنذار الخرق الأمني. فكر قبل التصرف يا صديقي. كلفت البروفيسور ببناء محاكي تمرين جديد لكما. مدهش. ما هذا الشيء الآلي المجنون؟ لا أظن أن نظامنا الأمني يعمل بشكل جيد. ليس لطيفاً. أسلوب تايجر. دينغان، ما الذي تفعله هنا؟ دينغان، هل أنت أصم؟ مجمع التدريب خاصتنا مسكون بشبح دينغان. إنه نظام المحاكاة الثلاثي الأبعاد. هذا مذهل. مذهل، لاحظوا العينين وكأنها تتبعك إلى أي مكان. ألا يجب أن تكونوا في التدريب الآن؟ هذا المحاكي أخافك كثيراً. كنت أعرف أنه مزيف، ودينغان الحقيقي بعيد جداً عن هنا. قمت ببرمجة المحاكي على حركة الدفاع الحقيقية لإنفيزيبل يونايتد. إن سددتم الكرة فوق هذه المجسمات فيمكن تجاوز لاعبي إنفيزيبل يونايتد. بالتوفيق. دوري أنا. يتحتم تحسين أدائك لتسجل. دورك أنت. أجل. ظننتها ستكون هدفا. ها.
إنها مسألة كرات ثابتة، ويمكننا التصدي للإنفيزيبل يونايتد دون الحاجة للكرات الثابتة. هذه فرصة محظورة يا كابتن. بأسلوب لعب سكارا احتمالية أن نحصل على ضربة حرة غدا كبيرة. نرفع على حق. جاهز إن كنت جاهزا. شاهد، هذه المرة لن يكون هناك ضوضاء مزعجة لأنني سأسجل. أسمع الآن صوتاً مزعجاً، مزعجاً جداً جداً، مزعجاً جداً جداً جداً. أي صوت مزعج تقصده تحديداً؟ أنا عالق تحت الأرض مع شخص مضحك. المولدات بدأت بالعمل. سنذهب إلى المنزل. مضوا هذا هنا وهذا هناك، وهكذا يمكنك منع الفشل في النظام الأمني. علي أن أجيب. مرحبا، كيف الحال أيها المدرب؟ تعرضت لفشل غير متوقع بالنظام؟ غير معقول، الرقم السري للخرق الأمني؟ بالطبع، هذا سهل. إنه ماذا كان؟ سآتي إليك بأسرع وقت. تأجل الصف. هذا ما نعرفه حتى الآن. مجمع التدريب السري لسوبر سترايكا قد تعرض للضرر ودخل مرحلة الإغلاق الأمني الطارئ. أيها المدرب، ما أخبار اللاعبين العالقين في الداخل؟ المجمع في حالة إغلاق تام، ولا نستطيع التواصل مع الداخل، ولا نملك أدنى فكرة عن حالة شيكس والماتادور. صار كل شيء بشكل سيء يا سكارا. ماذا فعلت؟ كان هناك أسلاك وأجهزة إنذار وأضواء عاكسة وانفجار كما أظن، أو اثنان أو ثلاثة. فينس لن يكون سعيداً حيال هذا. ساخن! لقد استنتجت أنه يستحيل علينا عبور الغرفة. لا مزاح، ولكن ربما هناك طريقة أخرى. قد يكون هناك فتحة في الحائط نستطيع الخروج عبرها. نحن عالقان هنا، ويستحيل علينا أن نتفوق على النظام الأمني. أفضل طريقة تستغل بها الوقت التدرب على الضربات الحرة، فقد نخرج في موعد المباراة. شيكس يا صديقي، لقد جننت. لن نخرج من هنا أبداً في الوقت المناسب. ألديك شيء أفضل نفعله؟
هل أنت مسؤول عما حدث في مجمع التدريب السري الخاص بسوبر سترايكر؟ لقد كنت عبقرية صرفة. احتجاز أفضل مهاجمين في فريق سوبر سترايكر كان ضربة عبقرية. ماذا؟ لست واثقا إن كان ذلك عبقريا، ولكنه كان أمرا ذكيا. لا تتواضع هكذا، الآن أصبحت خسارتنا مستحيلة. لن يتمكن البروفيسور من تحرير شيكس والماتادور قبل موعد المباراة. كلاوس ولانكي ستحلان محلهما في التشكيلة. نعم، سنبذل قصارى جهدنا. تمسك يا شيكس ويا الماتادور، نحن معكما معنويا بغض النظر عما سيحدث. ها؟ إنه دورك. لا، أنا متأكد بأنه دورك أنت. ربما علينا أن نرتاح. لست متعبا، ولكن إن كنت بحاجة للراحة. كلا، لنواصل المحاولة. لقد اقترحت ذلك لاعتقادي أنك متعب. أنا لا أصدق، أضواء ليزرية فظيعة. هل ترى ما أراه؟ هل تعني الموت بالليزر؟ لا، بل الهروب بالليزر. الليزر سوف يحرقنا كالبيض. أنت محق، إنه دوري فعلا. ليلة سعيدة، آمل أنك بخير، وأتمنى أن يفوز الفريق من دونك. يوم المباراة في سترايكرلاند، يا لها من تشكيلة غريبة اليوم. لانكي وكلاوس يبدأان المباراة مع سوبر سترايكر. من الغرابة بالطبع ألا نرى شيكس والماتادور في القائمة. دعونا نصلي قليلا لهذين المسكينين. أرى أنه فشل ذريع لفلسفة التدريب عند سوبر سترايكر. ألا يساعد مجمع التدريب السري لسوبر سترايكر على الحفاظ على روح التنافس؟ مدربهم يبالغ بالاعتماد على التكنولوجيا. الروح الرياضية والتدريب الأساسي هما اللذان أوصلا إنفيزيبل يونايتد إلى هذه المكانة. لن أخدعكم، ستكون هذه أصعب مباراة لعبتموها على الإطلاق. أصعب من أجل و أجل و أجل. حسناً، آمل أنهما يفعلان كل شيء كي يخرجا. يمر راستا بمهارة عالية، ولكنه يجب التساؤل كيف يمكن لسوبر سترايكر أن يواجه دفاع إنفيزيبل يونايتد دون ركيزتين الأساسيتين شيكس والماتادور. راستا يمرر لكول جو، يعيدها إلى الكابتن راستا. فريقكم لا يملك فرصة. سنرى بهذا الشأن يا رجل. لابد أن لانكي يتمنى أنه ليس في مكان الماتادور الآن. سكارا يرينا بعضا من اللعب العدواني الذي يشتهر به إنفيزيبل يونايتد. لم نستطع حتى رؤية مرماهم. يبدو أن سكارا قرر أن لا يشارك المجد مع أحد، وهو ذاهب للهدف بمفرده. عليك أن تتخطاني سكارا. لاحقا. ماذا؟ كنا نائمين. لم أكن نائما. علينا أن نسرع لكي نلحق بالمباراة. جربنا ليلة أمس أن نهزم الليزر بالطاقة والقوة، ربما يجدر بنا أن نجرب الدوران. الدوران؟ أجل، نضرب محيط الكرة الخارجي بمشط القدم بقوة، سنحصل على الدوران المناسب. ستدور يسارا ثم يمينا وتتجاوز الليزر. فكرة جيدة، أحسنت يا صديقي.
أخبرتك. هذا يضع إنفيزيبل يونايتد في المقدمة مع نهاية الشوط دون الشيكس أو الماتادور. ما هي فرص السوبر سترايك بالتسجيل؟ بمشط قدمك اضرب الكرة لتدور. أجل أيها المدرب. أجل. تقنيتك تعمل. مع بعض القوة بالتسديد يمكننا إصابة الزر. كرة واحدة لك وواحدة لي بعد أن تخفق بالتسديد. لم أكن أظن أن هذا ممكن. لقد نفدت الكرات. لدينا فرصة أخيرة لإصابة الزر. ننتقل إلى الشوط الثاني. ما زال كلاوس ولانكي يقدمان كل ما يملكان. لا تفكر بالأمر حتى، ومهما يكن إن تجاوزتني. تصد عظيم، ولكن إن لم يصل لاعب سوبر سترايك إلى المرمى متخطين دفاع إنفيزيبل يونايتد فهذه المباراة بحكم المنتهية. تقدم يا راستا. انطلق للمرمى يا لينكي. حان وقت الضربة الحرة للسوبر سترايكا. إنها فرصة سترايكا لتحقيق الفوز. ولكنهم يعانون من نقص لاعب الضربات الحرة. الكابتن تحمل مسؤولية هذه التسديدة. إنه أفضل من يسدد بعد شيكس والماتادور، ولكنه سيعاني لاختراق هذا الحائط المنيع. لابد من وجود طريقة أتجاوز بها هؤلاء الرجال. ما هذا؟ إنهما شيكس والماتادور. شيكس، أعلم أنك تصل متأخراً لكنك أتيت. أهلاً بعودتك. وجدنا الفتحة بالحائط يا كابتن، سنفعلها. حسناً يا صاح، إنه دورك. كلا، نحن في الملعب الواقعي يا شيكس، وتذكر لقد سجلت ضد هايدرا. بخلاف ذلك أظنك أكثر كفاءة في تجاوز الحائط الثنائي. مرة ثانية، دعونا نرى ما لدي. سوبر سترايكا يتمكن من تحقيق تعادل قاتل. يسرني أنك خرجت حياً يا شيكس. هل أصبتما باكتئاب الاحتجاز يا رفاق؟ إنه رهاب الاحتجاز. في الوحدة يصيبك الجنون. لا، أمور أخرى أصابتني بالجنون. أنا متشوق لأخبر المدرب أنك حطمت كل الكرات في مجمع التدريب. شيكس، كيف وجدت الحل لفتح الحائط الثنائي لإنفيزيبل يونايتد؟ سرحت لي فرصة اختراق دفاع أكثر قوة أثناء احتجازنا في مجمع التدريب. إنها غلطتك. في المرة القادمة سأكلفك أنت بالمهمة.
شيكس، أظن أن مجسم دينجان قد تبعنا إلى هنا، هل هذا ممكن؟ رايت، رهاب الاحتجاز.